بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح عبد الله البسيمي، غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص، عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصور المتون، خاصة رسول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ليفوزوا بالسعادة العاجل والآجل. فهذا هو المجلس العاشر بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق للخامس من شهر صفر عام 1443 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ من كتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان ومجلس كلاوة بقول إتبارات إما جالس طول مكة إشرحك ومن كتاب سنن النسائي هبين كان وهبين أحد أكون بيغن شنطة بيش سفر كون أفر بغليو سدح إيا أفضل جرنا بيغن صلى الله عليه وآله وسلم وحاويا وحنقصو جرني كتاب البيعة ينقصو جرني باب كسدح التبنات تفسير الهجرة هجرة فسر الله فسر يباب كانو بابيه هجرة إلهي سبحانه وتعالى وحبضن وأماني ومحوها رجلاً لوجو ما قدر أي صحابة النبي جن والنبي جن كجر عليه الصلاة والسلام لوجو ما قدر المهاجرون هجرة داس وحويان إيوه تفسير كذا إيوه هل كان وبابي ويان هجرة أصلها وقف كأنه كسو تجوه وكسو جورة سر رسمي أنا وقصو وريجو بلد الكفر إلى بلد الإسلام بلد قال لا أما قال لما أي أصل أوتاه أما حكم كي قال هذا توسع وفلا أو مسلمين تا أن حق أي كل هان إن أي عبادات كذي شعائر توضع موجستان أما با قال هذا يبقى هو برح ترناضو إلا قسوا هاجره أو لسوء هذا بلد إسلام أو إسلام نمدي أي كحق بدن تهي أما لقول دقي أيال ليرة هذا سيدوك لو حاسوك الانتقال من بلد الفسق بلد كفاسق لماذا إيو حمانت إيو أي آتك أقول بضن تهي أو فسادك بضن إن لقسو قورة أو لوسو قورة بلد كإيمانك إي خيرك إي تقوض الله يكو بضن مركا ولماذا مركو حير هذان قف كميشة مركو كهاجرة وهجرة واجب كنا قنيسة وإن أوسن أوذي كرين شعائر الإسلام أموجيه شعائر الإسلام كإنه برنانك صادق إنه موجيه ولماذا أنت هذا بضم حيليهين وإن آذانك لا كر لو قاضي كره وإن صلاة جماعة لأوي كره وإن محويا لبسك إسلامك برنانك لكيني كره محققين تبحي كدريان رق أهل التحقيقة وإن قفك وشيقي كرو عدين كرو كفرق أدح جوغ إنو خلدني ودين تأي هايستان يدغن كأي هايستان دغن خلدن يدين خلدن إناي تاي وتي إلهي رسالاتك وخطي معينا أهين الدين إلهي أسن أقبلينين أي تأينا عدين كرو قفك سلاني مدانا مزايات كذا يقروح ديادة وبنان كسوديك كرو عدين كرو هذه أن لبلاس الرموت أما أرن داكوبات أم بأقو مهم سنة إنه محوها غيحي كرو كفر غاس أو كبت بادي كرو أما هكول انت أما كبت باسي وطالع إنه قيحو عدايو لكنه قيحي كرو حل غاس إياد هجر واجبكم من غنيس لكن هدوسا عدين كرين أو قال ذي حمان توضا إيو كفر غوضا أوسن عدين كرين أن لا أقلين إنه كسو هجر واجب هذا صلاة أهان
دلال كان رير قلبيت كان لقسو هاجره مواجبة من سوى واجب معه ومسألة أدر البطن هذه قاعدة ضمان كده بقنا مرك قاعدة كوبات أذان ككرم الله أدمي كرا دلال كغار ها دلال كنت هذا بطن مية وأجدهم طلبات حجاب من الحرن كرا ها جماعة من الأول كرا ها قال ذي إن يكجران شرك يكفر من الشيء كرا وكردوني دقنا ذا حن حن أو سيد اللي واتك أي واحد شدود كجنسي أي واحد ما لقى حل كرا بريها عندما ماي بريها عندما وماي ودكسون تينو هدي أتك هذا الشغل وقف والرجع أو حويان أهل الشدودة إن أتك هذا شديء أي نقطة حقوق دو حد كنت متي بن آدمك الله بده مرة وعايز كدوني هدي أذبحوها كهذا شن حقوق دي وحد كنت متي دمرك يا حقوق ده بن آدمك وعليه وحد مدن إذا حبسي إيه محكمة ذين إيه ترحيل هدي يوفي عنت إيه مدن إذا وحياة بدن مرك الصوّة ضفرمي وعليه مرك إن لجسوا هاجروا مواجبة مسواجب مأهن وحياة بها الغصب عدين كانوا حاويان رجي iyey gabdhihi tagay oo akhyaarta aha ayagoo muxuu aha qaangaar ah oo toosan oo fiican in badan oo kamida ama qayb kamida ayada ay u badnaanina khadka ka dhaceen ragii dumarba qarku hanuunin way jiraan laakiin way yariin aad u yar oo hanuun way jiraan ayaga halkaan ayagoo bisink lagu ag mara ka tagay ayagoo wadaadan oo yimid waan aragnay laakiin waa dad aad u yar aad u yar kuwaas xaga dhig ubadki aw marka أولادي هذيك عدى الشيء وحي هل كان عدك قاضي وحاجة جيسي إيه وحي ماشي عدكو بيرتي عدكو ده شيء عاوي انتجرا تصال أهان إنجريز كوكالي دا إيرتي شاني التوان سنة وحي قاري إلا شان إلا وعتان سنة المهي دا داسها حالته ضح جاي جوكته سؤاش اللي سويدية مهم إنجليز كانوا ميرا أقول حرية بدن أو تقريبا دين ده حاجة يدمر كل إيرادهم يورو بدن بقولون والدلال كان كلوار توه المهل سكار ورسالة امتحان كا أيه دوارون ترى كان سوير بدن تاب الدنيا بدن يسوق كم يستأنو مركو حبدا يسوق نقمينو إسلام بدن يسوق أركينو تغنى كل دوار يسوق أركينو مركا وير نمان المهي مركا ضد كا كائم هذا كله يبقى هل كان فريا ولا جاب قريب كم ده وحيا بها أنا معلومات جسوا قاري أو ده حكي مع ذو بدن أنك ورئيس تي أما أيه أيه لسه دونتين وحكم ده إم بدن أما نمبر آد عرس هنا حبسية ده كجرار آد أبداً والله يستدل يدروغة يقانق سنما يمتحان الله يست قيب بدن وكمينة أيها يستوكتين ويزدلين آد أبداً قيبة كمينة هنا أي ولي برنانك جوغان أو يدراكس كيبينان أو حتى عنو قتوصن أو دختر لما برنا أما انجينير لما برنا أما با دين حاجة سارك حتى بين آدن لما ده قتوصن in loo diri message ama war rag loo diro leh degayso leenka naga soo galay diinka laftaad waad weynaysa aqrab dalil waxa suustaan laba wiil oo walaal aha oo taraawih soo dujiyay in walaalkood oo khadka ka dhacay oo labadiba toogtay ramadaan ka soo dhaafin waad ogeydeen oo tilaawadooda ay ku jirtay meesha marka xaalad hadii ay nooc tahay joogitaan marka Yurub iyo Mareykanka la joogo iyo galbeed la joogo أما إن لقى سوى هجر حون كذا من حنقنا يا مركز قف كي مركز عاقل سجى فهمي كلا هدي أت هو دي أن عام أخرس أو تكاس تقول دواقدة دتو حنقرنا يا هل كان تقارب بدن كويس أت ودقنا أو إله يقول نعمي أو كينيانها أو شر الكيني بس برضه هايست أو ما الله ما شيء رمان هذه كري حج أت عمر أت يورب أت مريكان أت ما عرب أت ما شرط أت حر طليق مراكب iyo kontaro la soo dagay haddana maanta masaakiin ah ilmuhu aan gacan ku hayn ayagina maxuu ahaa yaani ayagoo dhimanin ay dhinteen oo hadda Yurub iyo Mareykan joog ana qana ina qarta qanaan waa laga yaba marka al umum in loo haajir marka ma banaant kow in lagu sii baaq noqdo ma banaant waa laba in laga soo hijrodo waajib ma tahay mise waajib ma aha
وسؤال بهرنت اللي سويدي أديات هذا ما أنت عاو عليك ما هالله هلا جسوا هاجري هلا جسوا هاجرين هلا أدي هلا أدي هذا باب كده ما فريب لكن وحربة إن أنتوش كوفتي كافتي منه ماش هذا ما هيكون جاب جابوبي ما هيكون دماني زان سو ما ردوا حيدهن لبنا نين وحلي بقول نف وجيل نين وحلي هل هل نف وجيل مركب حل يري نين بالجوار يستوي ورن لبنا نور عليها هبل إيه هبل بالكور حولها يستاني حالته ينورش هذا كور ما الإنجيل ولا الكور يسته مركز وحير مال هبل إيه هبل ها هبل وحويس هل نف قالين أيوه هايستي أما نف قال أيوه هايستي وبقول صعد هبل وحوا هايستي بقول هل صعد معناه ده معيتاي ده قال دريدة أيوه دن دريدة وكجل عجيل إذا أخيرا وحوا نقول دهنا حبض وصعده وبابا ياك مد رؤيس كعوري مد مال قال قالوا كذا مد وهكذا ودومي مد وهكذا يعني مد شلنتي أيام نفتك قاضي وما هكذا لو كان جا كل ذيك مد ويناي واتقنن جليد أدبي قنا هلاس مركا وبقول حبض الصعد هبل له هل أيها السلاكم حيث صعدها بقول أيها صعدها هذا النجا مركا يوروب إي مرايكا إي لجوا قربها بقول أن حجابك واك منتشر وما ذيه كلا حتى حجابك النجا أهرك عنه ساجديه دس فلانيال فلانيال فلاساسيال كنيسة قد وكلا قد وهذا ركنا حال الله من هدوة تيمان دار عقرورني سومين لكن حالد اي كو سوت قفكي واحد درسي كرو اما ان الدرس ربه واحد درسي قف واحد درسي كرو مجرد ان درس ربه وبقول حبض صوت مساجديها صد وحن كبقن كبقسنها ويرجع غار كبقسنين كنيسدي سومارك ان لقد هاد ان مساجدها دوتي لقد محيل وحلي شيغي مساجديها قار دد وايله ورج اودياش اها كراس كنت كني اني كنت كرايا المهودين أي مسجد ساقونين مقالوين كقار مالك الرماز مالك حوارين وبهارونتي هذه مهورتا لا تشارع أما لا فكره إن لغا فكره بها ولكن أنك دي هوسا ماشا هوسا وجودنا ماشا هوسا هل كان يمول باشا صفيرنا كان بياني فلان زمان كي قوليه ربني فلان وهكذا مالك انتاس انتان كجرنانا وهم بقول هوس بقول كسو نقو هوس ونقو خلاص مالك على العموم إلهنا أسطراء يجي هذا مركو أباب عجيب هو حديث أفركم بقول ليه لحي لحدنات وحديث صحيح الإسناد قال الإمام النسائي أن تخبرنا الحسين بن منصور السلمي وثيقة فقيه قال حدثنا بشر بن عبد الله السلمي وثيقة قال حدثنا سفيان بن حسين وثيقة في غير زهري باتفاقهم عن يعلى بن مسلم المكي وثيقة عن جابر بن زيد الأزدي وثيقة فقيه قال قال ابن عباس عبد الله بن عباس وحير بن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كانوا سد حدب حياة هين من المهاجرين كوا سوا هاجري أي كمد هين أنت كسوا هاجرين مكة كسوا هاجرين ما قال هذا مدينة يسوا هاجرين مهاجرين كمد هين مركب مهاجرين وح شرف وقفلا إنه نبي محمد كمدها عليه الصلاة والسلام أبو بكر وكمدها رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وكمدها رضي الله عنه وارضاه يا كمحوها من قبائل شرف وفلان لأنهم أيجا هاجر المشركين المشركين تأي كسو هاجرينه ويكسو التجين وكان من الأنصاري رأى أنصارينه حكمدها مهاجرون كوسو هاجر حكمدها أيجا لفت القاضي يعني رأى أنصارت كلي نمن لسو هاجر ما هينه نمن سو هاجر وجرين هذا الكياده ابن عباس ابن عباس ياده محيي يعني لأن المدينة مجال المدينة كانت محيي دار الشركين دار قال لي ما يهد الشركية مشركين أيها جوغي أوس إيه خزرج وحيها هير مشركين يهودي الوابس يجوغين فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة هبينك جمرة العقبة ما يشهد لك حتوركة أي النبي كل رب الله من عليه السلام مرنا وقت هذا قيدين طبعا لا بيئة هايين مرنا وحيين تضباطا إيه لا بيئة هايين الله بذي بيئة بيئة العقبة الأولى إيه بيئة العقبة الثانية مركب حاويان مهاجرين تأصل لهم وارهر مكة رجع مكة كسو هاجري ومجال المدينة إمامي كوكروا ده بعدي كسو هاجري أما يرجع الكيف هذا وجرا لكن جل قد عليس قد ورجع مكة كهاجري ومدينة كسو هاجري رجع مكة كهاجري أولين لا وجر هاجري أو هاجري أرض الحبشة عثمان بن عفان وكمدها رضي الله عنه ضاي جعفري رجع بدن هاجري مركة أصل لهم مكة مهاجرين توارهر مكة من مكة إلى المدينة لكن
مدينة لفتر كذا ولقاها جرى ابن عباس ولاي هاي ورقص تضابط إلا بضع طبعا إلا بضع هوك ما لبض جرنا مجلا كل مي مهاجرين بقى هنا يولاي هاي رضي الله تعالى باب الحفي بورني سكبوري وباك أبو بابي هاي على الهجرة إلا هاجر أو ماشي أرض الكفر أما أهل الفسق إن أرض الفسق على جهاجره يباك أبو بابي هاي باب الحفي سكبوري سكبوري على الهجرة هاجرتان لهاجره هذا غفركم بقول يوم تضابي اللي إحنا لكن حق له هاجروا تذو هاجري ميلو البديك ميلو البقرة ميلو البحبط ميلو البيزدل ميلو بيسوها الجبات والله ياب منين بدر كده قال بدر قف كده قال بعض عمر إني سامركو قبي فلان كسعد أبغى قال فلان محوها وجدني بدر نين كسعد عظم إني سام بدر الله أكبر الله أكبر حديثك حسن صحيح وحديثك أفكم تضابق أفكم أفكم بقوليه تضابي الاحترام قال الإمام النسائي عليه السلام أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي وصدوق قال حتى قال عن محمد وهو من عيسى ابن سميع القرشي وصدوق يخطئ قال حدثنا زيد ابن واقد القرشي واثقة عن كثير من مرة الحضرمي واثقة أن أبا فاطمة أبو فاطمة الليثي المصري صحابي وياني رضي الله تعالى عنه أنه يسقى قال وحيري حدثه حوشك أنه يسقى قال إنه يلي يا رسول رسولك الله حدثني إيشك وإيورهم بعمل عمل أستقيم عليه أن كنت أصناده أو أعمله أن كنت شقيه عمل أن كنت أصناده أو أنقبته نبي الله إيشك أو نمحوها للعول لحني فقال له قال له رسول رسولك الحكوري صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة هجرة لازم ويان هجرة لازم وهجرة هجرة ويان فإن هجرة لا مثل لها وحي هذا اللطوء مجرت أيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كبس سوقات مقالة نيروبي أتقنت قرية كاغد اسم دول الله تقول هذا يعني الشقة هذه وهل كان كان أحسي هذا وهل كان وهجرة أتر كبس سوقات موحسن لنا ميل دب دمنا إنا أموسنا وطلق وموقع الله صعب خلاص ميل هذا مركة أجرته خلاص الدون هو أجديسين وبالله توفيق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة نينك اللي يرهده وذكرنا إسان والنبي قال عليه الصلاة والسلام واتي أدأت أقو دنقضي إن إساقه مهاجر هو مقال هذا مكا كسو هاجري أو مدينة وسو هاجري كدمنا ومكا كن نقضه أو أما حاجة أتقى عمراتك وليبا أما حاجة الدعم دعم يهد هذا حلق أتقى بهتقى والنبي أمتقى ماشر تقى كدمنا أي هالك وكوحان وصدات كل إنسو ولكن البائث سعد بن خولة يرثي له أن مات يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة مركب حويان هجرة مركة وحسها المهن وحاد علسوة وحاد علسوة أد علسوة ربا قال لي عدرك إذا سوها هجر إيو وسوها هجر إنه سوى أرد أن يرب معنا يان قد يبنا الله بلو تدي بمكة بور كان إيو وحار كان بك ماشي كن نقري كن نقري بابو لفتر كذا من يرب زيتاي بابو ذيك الاختلاف خلاف شيقتان لشيقة في انقطاع الهجرة هجرة ذا إنا يوحاويان قعدي إيه إناي قوين خلاف الرسول خلاف عدين العديه هجرة دي وري ما جرتها مسه هجرة دي وحكونا ما تمانة أنت مكان ما لفرتي مقال هذا مكان ما أنت لفرتي مه هجرة أيضا ما تي مسه ولي هجرة دي وشقي نساء أرن كاس خلاف الرسول خلافي عدين العديه وبابكم وباب حديثك أفركم بقول يوم سدادي الحدنات خلاصة وحيتها مكة إن لقى هجرة ومدينة لو هجرة وأيضا ما تي محي لي لأنها صارت دار إسلام دار مسلمين نقطة وليبا وحي نقطة قنديك إسلام كاي نقطة مركب مكين لقى هاجره ومدينة لو هاجره وركض وقت ماضي لكن وحفران وحويان هجرة أصل لهان لكن ماشي دين تاذا تكون موجي سنكرين ود إلهي قاعد سيدا حق إلهي الله سبحانه وتعالى هذا سيدا حق وعابد كريم أولي بحرية أدوع عابد كريم لك هاجرته إلى قيام الساعة ويتاقن تهي حديث تمركب هجرة وقت ما تلهيزه يعني من مكة وحلقوا فسلام من مكة إلى المدينة مقرتين سهل الله سعود مكة حديث قارئ كور رمي سنة وارن كيس جاي سنة وابا وضعيف حديث كسيد كان نادو ناس عوكلة أفركم بقولي يسدادي لحدنا ذو حديث ضعيفة قال الإمام النسائي عليه خبرنا عبد الملك بن شعيب من ابن ليث بن سعد المصري وهي واثقة عن أبيه أبيس أوه شعيب بن ليث بن سعد المصري واثقة فاضل فقيه ثقة نبيل فقيه له نعم عن أبيه أبيس عن جده أوقيس والليث بن سعد المصري وإمام أهل مصر ويان وثقة فقيه
قال وحين حدثني عقيل بن خالد الأيلي واثقة ثبت عن مشاب الزهري محمد شاب الزهري وإمامك عن عمر بن عبد الرحمن بن أمية التميمي ومقبول أن أباه أبيس أو أح عبد الرحمن بن أمية ومقبول إسناء أخبره عوشيغي هي أن يعلى ابن أمية المكي التميمي وصحابي قاه رضي الله تعالى عنه قال إنه يري جئت رسوله بأنه إلى رسول رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك لأنه يمت بأبي أبي أنه كان جئت وحانه كان ولا إماضي رسول رسولك صلى الله عليه وسلم إلى رسوله إلى رسول رسولك صلى الله عليه وسلم بأبي أبي أنه كان يوم الفتح ما أنت مكلف فرطي أيان أبا وذو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عنه يا رسول رسولك له بايع أبي أبي كلا بلن وبيع وقت على الهجرة إنه هاجره بلن وقاضه وحويان سو هاجر كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه عن كلا بلن ميا على الجهاد جهاد يعني كلا بلن ميا وقد انقطعت ويقعد الهجرة ويقعد ويان حديثك لكن ضعيف ويان والضعيف لا تقوم عليه الحجة حديث صحيح معناها نقوي ماذا والهجرة من مكة إلى المدينة يا لغو حمبارة يا ويان حديث أفركم بقول يوم سكاي اللي حدثنا حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرني محمد بن داود المصيصي وثيقة فاضل قال حدثنا معلى بن أسد العمي وثيقة ثبت قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي مولاه وثيقة ثبت تغير قليلا بآخره عن عبد الله بن طاووس وثيقة عن أبيه أبي طاووس بن كيسان وثيقة فقيه عن صفوان بن أمية الصحابي الجليل رضي الله تعالى قالوا حيري أمي صفوان بن أمية قلت حني يا رسول رسولك الله إنهم إياك تطق يعني يقول وحيليهم إن الجنة جنضة لا يدخلها مقلا إلا مهاجر قف هاجري وهجر الله إما من قف كرة جنضة إلهي مقلا يدتك ليهن وحسي شيقيا قالوا حي لا هجرة هاجرت مجرته بعد فتح مكة وكمك مكة مكة لفرت كذب هجر مجرته يعني من مكة إلى المدينة وهي حديث صحيح ولكن ورك الأولى بي وحاجرة جهاد جهادي ونية عمل وناكسن إنها سميسون نيوت بقول المسجد أيان رسايا نية في عصمة بقول مدرسة رسايا ونية في عن وحاوي أنت عصم مسكينة قودنيا ونية في عن قرآنك إلهي سبحانه وتعالى نحفظنا يا وقراءتك إذا نحفظنا يا ونية في عن دينتي إشراع عظام برنا يا وكنت ونية في عن ولكن جهاد ونية جهاد كان وحاويا أنواع بدن أيولي جهاد الكفار جهاد النفس جهاد الشيطان إيو وهكذا يعني أنواع دي أتقانين أرورك أهيد أي سوغلي وإذا استنفرتم هذه بحل الذين كتر بنا فانفروا بحا أيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثك أفركم بقول اليوم تضع ما تردوا حديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه وسلم أخبرنا إسحاق المنصور النيسابوري واثقة قال حدثنا يا حمد سعيد القطان واثقة ثبت عن سفيان الثوري واثقة ثبت قال حدثني منصور ابن المعتمر واثقة ثبت عن مجاهد بن الجبر وإمام في التفسير وثقة ثبت ويا عن طاووس بن كيسان عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ما أنت مكة لفري لا هجرة هجرتان مجرته لا هجرة هجرة مجرته ويا ولكن ورك الأولى بجهاد أياجر ونية نية فإذا استنفرتم هذه بحدة أنك طلبنا فانفروا بحويا حديث أفر من بقول اليوم كوي تضبعتنا بحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه وسلم أخبرنا عمرو بن علي فلاس واثقة حافظ قال حد عن عبد الرحمن المهدي وإمامك قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الرؤاسي واسيد وكلاء عن يحيى بن هاني المرادي واثقة وروايته عن ابن مسعود مرسلة عن نعيم بن الدجاجة الأسدي ومقبول قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى وارضاه يقول لي سؤال لا هجرة هاجرت مجرتا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك مرك الله أفسد كذب هجرة مجر تويان كل مع الوحى مباريا من مكة إلى المدينة وهي حديث كافركم بقول اليوم الله يتضبعتنا دوا حديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه وسلم أخبرنا عيسى بن مساور الجوهري والصدوق قال حدثنا وليد بن مسلم قريشي مولاه وثيقة كثيرة تدليس وتزوية عن عبد الله بن علاء بن زبر ساسو إذن مقرنا الشامي واثقة عن بصر ابن عبيد الله وثيقة حافظ عن نبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني وانصومرني وعائد الله ابن عبد الله عائد الله ابن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كبار الصحابة صحابة كوذوين يحكم قلي
حلق النبي قالنا أيونا الأشياء عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن واقد السعدي وصحابي جليلة ورضي الله تعالى عنه قال وحير عبد الله بن واقد بن واقد بن واقد السعدي وفدت وحان أسو وفديي أو وفديهات وإماضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال أي وفديهات وإماضي وأن سيبطل في وفد وفدت وحان أسو وفديي ونسو مرتيي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد وفدي كلنا لما أنت نجني يطلبوا وحود البرية حاجة تندن نقول ذنبوا له تن الدنيا مدى آخر وحين غطبا وفدي صعدة وضن نبي كله أيان للسعودية الإمادي ويان وكنت وحانا آخرهم كيود ما يدخولا جليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حبض الله سو جلي أركاد إن فيل اللي استاجوا وحويان لخاطير تأيو قضاء إيو حفيس هذا استشاري إيو فلان إيو إن محوها حبض حبض الله سو جلا موجودا حلي النبي حتى وجرتي أركيزان عربتوا حس وما بدنا عربتوا حلا يا بيسا غرائب توضا حفيز وكجرانين أدو قلي دان مركب برايفة ده هو وما تكلم لي كلوقة هذا الربين أياد وضع تاموكت درق وأدو قشي خاصة نكون أنا قال لنا ولا إنه خليجك جزاهم الله خيرا وإحسان بدن وأنا قلي إيهين أدو بدن حقيقة مركا أدو قشا والله فريسة توشيك هذي أد بالله وضو برطة ما مريس أيا قف ما عارف تيسا أما هذي ما عارف هذا أي حق أما قف كلي أيا إسكاي مانو سو قلي بس كسو فريسان مركا فريق وين أيو دي مسك تلقى القار برقار لايك وسو فريساني مركو صفر يستا شكدي حال شيء حال عرف لقى مبدله سيدي وسعري فكرت عادي جالس كيس عري زباشي وحال لي يا بيو أدوك غريب وا تتسو ما لنا عساج الرصادة وهذا يعني سيرك استا أو أديك أبحوها ما أنت ولا تكتو أو لا فريزتا هذا إما دب أبحوها مرك أي توس بدقي سني أما با استك يا بقادي هو جيني واحد ولا تكتي سوما جيران تدو حبان لو شيء قلنا سوما جيران او تقنن مركو حان قلت جدا ان وادغن عجيبة وحاس وحكينا متغن عرفت لابا شيء تنكوباد وحكينا ثقة بالنفس كالسوني وحكو جرت او زيادة محاي وحاي محاي ديبي او كلا ايه مدى اللباد وفوضاوي داد او كاتسا ما يسمو حاوين فوضا يعني حاجة ما ملك بربي وصومالي بكوري صومالي ايه عرب قفكي كالدوه وقف أنا لا بدأ سوء أقول هل شيء وأكون وما دان حاجة ديق سني ماذا حاجة فرفرنانتا حاجة كفتنكا حاجة جيلة إيه محوها نورها لو قدر قمه أي وحويان جوانب بدن حاجة خير جعيلك حتى وحلوق بحيو وبربي الصومالي حاجة كلا دمين لأنت إسق قبسجا فوضة وحمحوها قبيالدة وصومالي هذه العرب مركع عدة ليه جرت متقنن صومال راح يكسر جدا أفريقيان إيميلات يكسر بودن ليه جرتي رقم كاسة الهرجي الله شجع الله وراك أنا بالعديل زين كلا دوا ومضن كلا دوا وهاي هاي مركع النبي جانا عليه الصلاة والسلام حليه وكنت عن هذا وعبد الله ابن واقد السعدي وياني آخرهم كي قدام يدخلون وقريتان وقال على رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم غيب غيب اللوج عبد حبذا اللوج قال يمكن يقول دم يقول أيامها كو فقلت حان يا رسول رسولك قالوا إني أنيك تركت وحان كسر وتجمع من خلفي كذا شيء أهم عايزين قرن وهم صماهن تركت وحان كسر وتجمع من خلفي ده كي قدم بي وهم أيجنا يزعمون أي شيء جيان شيء جنا يان أما أي شيء جيان أن الهجرة تجدي قد انقطعت إن يقضي ده أنكسر التجي أنكسر محوها وفدي وفديان وصل التجي أتك الله نور يا طبعاً أو شيء جانا يان أما شيء جيان هنا هجرة قاضي قالوا حي لا تنقطع الهجرة هجرة ما قاضة ما قوت إلى الكفار أنت قال هذا الله تعلمي هجرة ما قوي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويا حديث أفركم بقول يوم سيد حي طلبات هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام محمد بن خالد السلمي واثقة قال حدثنا مروان ابن محمد الأسدي واثقة قال حدثنا عبد الله ابن العلاء ابن زبر الشامي واثقة قال حدثني بشر بصر ها بصر بصر ابن عبيد الله هذا صومر الحضرمي واثقة حافظ عن أبي إدريس الخولاني وعن صومرني عن حسان ابن عبد الله الضمري واثقة مخضرم
عن عبد الله ابن السعدي عبد الله ابن واقد السعدي سومين ابن سعد واذكر هاي اوجدا قال وحير صحابي قاس وفدنا وحنسه وفدني قانوني مت انا وفديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل اصحابي صاحبتي ويقلن فقضى حاجتهم دندو يوسو غدي وكورير وكنت حنا اخرهم كي ودنبي دخولا جليتان فقال وحير حاجتك اي اذكر شك اي او ما حاجتك حاجات ما هيتاي فقلت حنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع الهجره دندي سو انت بسك واحد قال له لا بابا جرد قال بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره هجره الله ما قود او دي الله درتي لو هاجروا ما قوت الكفار قال انت لا تقال مويه باب البيعة فيما أحب وكره باب البيعة بيعي وباب كانوا بابيعي ولقوا بلما ولقوا بلما أمير كمؤمنين يقف كمسلمين تما تحضوا مدحوينها أمو بعيد كهو صيصا فيما شيء أحب وجعل هذا وكره ونعم يعني إنا نكو أطيعة إنك المدح إياهو وح على وحي عن كفر حسنة إي وحي عن نعب هاي بإنا نكو أطيعة إن لقوا بلما بيع هذا لقيريو حون كذا محوية هاي واي حجة أفرهم بغليو أفري تضباطنا الله صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرني محمد بن قدامة المسيسي واثقة عن جرير بن عبد الحميد الضبي واثقة صحيح الكتاب عن مغيرة ابن مقسم الضبي ومولاهما ثقة متقن عن أبي وائل شقيق بن سلمة واثقة ثبت والشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي واثقة عن ثقة فاضل ويان قال وحير هذا اللبلاس قال جرير ابن حبيد ابن عبد الحميد الضبي أو حيري أتيت عفوا جرير عبد الله البجلي جرينا عبد الله البجلي ونكاس وجرينا عبد الله الضبي ومحوان الشيخ وشيخ النسائي قال وحير اذن قال جرينا عبد الله البجلي وحيري صحابي قال جرينا رضي الله عنه اتيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت حير له وحنكويري وبايعك وحنكو بلميا على السمع ان هذا الكذا مقله والطاعه انا ورك هذا يله فيما احببت وحن جعل هذا وفيما كريت وحنعه لبضب انكو اطيعه كان يله قال النبي بن حير صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير جرير وأرنك مياد أودا متبرد وهاي سأورك السجى أو تطيق ذلك أرنك مياد أودا قال وحير قل حتى هذا فيما استطعت وحنكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما قلت أي محو أي شيء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك إيه؟ ما استطعت أنت أنكرك استطاع وحكا بضل وقوم كلفاي وايد كو قل حتى هذا في ما استطعت وحنكره فبايعني نبي كذب إلى مبايع عضي سيد وكر وحي ولا بلمي والنصح إنا النصيحي لكل مسلم قف كست مسلم أو النصيحي أي النبي قال كل مبايع صلى الله عليه وسلم قف كست مسلم قف دقل كسيد عادي أدرت مسلم أو مال محوها كتر ترر ربور كقبة قف إن خائنة إن محوها وحودي بتربى دي أدركت كعدي قف وحويان دين تيسا أي كخر ميسا والنصحي قف محوها مال حن قدي ربى كعدي والنصح لكل مسلم حتى عساك دوسن كل سوى الدونين أدي لأد ويان والنصيحة كاد البن وحيابها أصحاب النبي قلنا أي نبي كلهم بايع عنجرنا كمتا صلى الله عليه وسلم باب البيعة على فراق المشرك قف كمشركة إن لفاروقه واللقات تقو إن بيع اللقوب قالوا أيو باب كانوا بابيها حديثك أفركم بقول يوم شني طلبات راد وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام بشير بن خالد عليه يشكر واثقة يغرب قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر وغندر ثقة صحيح الكتاب عن شعبه وإمامك عن سليمان بن هان الكاهلي الأعمش ويان عن أبي وائل وشغي بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال وحير جرير بن عبد الله رضي الله تعالى ورضاه ورحمه جميع الرواة بايعت رسول الله رسولك الأيام كلما بايعوا كلما بلمي على إقامة الصلاة صلاة إن أوجه ونسيد أيه دوت كذا وإيتاء الزكاة زكاة الإنام بحيه إيو النصحي نصحين النصحي لكل مسلم قف كسر مسلم إيو وعلى فراق المشرك قف مشركة إن فارقون سجدتك إن تاس يا النبي جنة كرب الله مي ونبيع كل جلوة صلى الله عليه وسلم حديث غفركم بقول يوم لحيت طلباتنا وضحى سياحة قال الإمام النصحي أخبرني محمد بن يحيى بن محمد الحراني وثيقة صاحب حديث قال حدثنا الحسن بن ربيع البجلي واثقة قال حدثنا أبو الأحوص والسلام بن سليم الحنفي مولاهم واثقة متقن صاحب حديث عن الأعمش سليم بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي نخيلة عن أبي نحيلة يقرنته بالحق أبو نحيلة
يا ابن نخيل لبدا واسكمت وصحابي جليله عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه روايه صحابي صحابيين عن صحابي قالوا في جرير اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حديثك او كلا يشغي حديث افرق بقول يوم تضوي تضواتنا بحديث صحيح. قال الامام النصير عن اخونا محمد بن قدامه المسيسي قال حدثنا جرير بن عبد الله بن ضبي عن مسلم المعتمر عن وائل عن نخيله البجري واصحاب جليله قالوا في نخيله اي نخيله لبدو عادي. قال جرير ابن عبد الله البجري وحي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسكن يبايع صحابه مبايعه يبيع على قلا يعني يمد فقلت عن يا رسول الله قالوا ابسط يدك كعن تاد فيه حتى ابايعك الى ان كان مبايعك كعن يديب بيع عن كل قلا ويان رج مركو انتس اي كدول اخرنا يعني النبي وسلام جري دمر كان لكن كرو انا ما دونت اي كرو سلام جري حتى ابايعك واشترط علي شرط ادقني وحر بيع بس ما نقول بشرط أذقنا أو إن محوها فورية أذق رطانة يوحر كو فأنت علم أذق يا أقوم بدن أو بابكس إيجا أقوم بدن ويا قارو حير بايعك عن كورم بايعنا على أن تعبد الله الويل إسك عبد الله إسك عبد توحيد كلامه صلاة تك حكى إلى أن الله عبد أن تعبد الله هذا تقريبا توحيد كن الله إماده والشرك أنا أتكفى قاته ويا أن تعبد الله الله إن العبد وتقيم الصلاة صلاة وتؤتي الزكاة زكاة بحيث وتراسح المسلمين المسلمين أن نصحيهم وتفارق المشركين المشركين أن تفارقه أنت سئان محوها كقولهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كفكم بقول يوم سيدات صلواتنا وحديث صحيح حديث تمرك جرير هذا لقورنا ألفاظه كلا دول لكن معاني ذو أصليه ونفس المعاني لسعودة رواية بالمعنى حديث كرا حديث له رشان شرطي والعقلي باب المصطلح يذكر برضو إن شاء الله تبارك وتعالى ما بتغنمه حديث أفركم بقول يوم سيدي تضباطنا ذو حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورق وثيقة حافظ قال حدثنا غندر ومحمد جعفر قال أنبانا معتمر بن سليمان قال أنبانا ابن شهاب الزهري على أبي إدريس الخولاني قال وحي سمعت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال وحي عبادة بن الصامت بايعت وحان لب الله من رسول الله كل بلى صلى الله عليه وسلم في راطين كح أن الله جره فقال وحي النبي صلى الله عليه وسلم ابايعكم عن كل بلى ما على الا تشركوا بالله شيئا حديث كورك نافسري ابايعك على ان تعبد الله معناه وحويا الا تشركوا بالله شيئا وحبنا وحب الله الا وذا جنين ولا تسرقوا اذى وحب احد ولا تزنوا اذى زنيسن ولا تقتلوا اولادكم المين اذى دل وحياباس كلي وحيابها الهي اوديدي ويا سبحانه وتعالى قالنا اي كدغم جرين ولا تاتوا اهل الايمان ببهتان بين ابو رشا تفترونه أدبر أبو ريسان بين أيديكم ورتين ورجلكم لوجهين بين أذنكم أذنك بالله بيسان وصمين إنسان أنا لا إيماني ولا تعصوني أذن يقع عسني في معروف ونك أذن فرين أذنك يقع عسني فمن وفى منكم وفك أو فيه والله إماذا أرنك أسكك كسب بعض الناس فأجر وأجر كيس على الله الويل أيوة هذا إلهي أدمك دون إنسان مشاركين إن ساعة التعبير أجر كين إله حقيس أيوة هذا ويا وإلهي لو دونته ودي إلهي كوه هايرن لصعده وحسهلا ما ومن أصاب قفك أصيب من ذلك أرنك شيئا شيء أو حكو دعا أو أنت أدنى سوى شيئا متك متك دعا أو فعق كبس وقد أوزي نيستيك وحبو حضي قف بود دلي وهكذا أما بين أبو رشئي قذف يحبو الله إما هذي قفك وحد سميه فمن أصاب فمن فمن أصاب قفك أصيب من ذلك أرنك شيئا شيء أو فعقب فيه المحوها فعقب العقب فيه إسكا درتي لوع عقابة يقوديه سلوع عقابة فهو طهوره ونذيف انتيسا ودنبقي أي كان نذيفني ومن ستره الله وفق الله وأستره إلهي ستر بدر الله أكبر فذاك إلى الله أرنكاس الله حقي أيها هذا يحوم كيس ننكاس إن شاء هدودنا عذبه الله وعذابي الله هدودنا وعذابي وإن شاء هدودنا غفر له ودافي ساس أيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثك أما باب بيعة النساء دمرك إن لب مبايع على لقلا يباكو أنه بابي هاي رجع هدي بيع على لقلا دمرك سيبيع على لقلا رجع عمدنا ولا قري أفكنا إن هذا الله أنا محوها دمرك محالك وسمينا حديثك أفكم بقول يوم سقالي تضباطنا بحديث صحيح الإسناد قال الإمام النسائي رحمه الله محمد المنصور الجواز وثيقة قال حدثنا سفيان معينة وثيقة ثبت عن ابن أبي تميم سختيان وثيقة ثبت عن محمد بن سيرين وثيقة ثبت فقيه الإمام ويان وتغنن عن أم عطية أم عطية نصيبة ويان قالت وحيت أم عطية رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورحم جميع الرواة قالت وحيت أم عطية قبل أم عطية دت كم وقتها دت وحجر صف كراء
مرك هدا ومدى أي مال لو ده جو سكول على جوجا مدرسة على جوجا جامعة على جوجا مسجد على جوجا مال ومدى دنا هذا جود لقاه على على جوجا سوالف ما جو تط أي الصبحني قف كده انتي دوغيان قف كحرم صناعي بقانيان قف كده بيسنا وحوجر جاريان قف كده وحكاه لسين وحولته سينيان يعني ده تو حجر أيجا إصدران سوما أو مدى دنا هذا جود هذا ده تاجد ومعطيه وحقيقة هيد قبلها هي كم هيد صحابة النبي قالنا قبلها صفك رأي هيدو هدي جهال لآذو هدي لجوجة هدي لقنتم هدي محوها لآذا عيد هدي النبي قالنا السؤال لو يدينا عليه السلام صفك رأي هيد ومعطية رضي الله تعالى عنها وأرضها لذلك قبلها النبي قالنا تذكر رأي كم هيد ومعطية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركا ينتين النبي قال عليه الصلاة والسلام وهي ومعطية قالت حيدر معطية لما قرتي أردت أن دوني أنه بايع رسول الله سلوك إلى أن بايع لقلة قلت حاني يا رسول الله سلوك ألو إن امرأة هواني أسعدتني وإيكالميس في الجاهلية تحلق جاهلية أبو سغنيني أسعدتني يعني وإي فرحي قلي سوا جاهلية دقم وحجر يلا يابل محوية دقم قاس قف مردنت قف مركو دنت دمرك أيا يسوه إيماني مركاس أيامتنا أيا ماشا لقى أويني، أو لا أويني، هبين لا أويني، أمان لا أويني، وهبين لا أويني، أمان لا أويني، ولا ودي. دخن كاس، دخن جراد هاي. مركا ومشى يكون بحدي. أي عربت هنا ما هذا أي عسكرة. ليست الثكلة كالمستأجرة. هواني يدي لقط انتي. وقبل انكاء. لمد ما همد الله صو إجارتي. لين تلقط انت قلبي يكون أويني، طبعا أويني. لكن بدي أنا. منافقين ما كنت اسكيليا اللي هو لا ينعس يا كنت جرت موقته مركا يعني وماشى لقى سوق هذا دخن كاس جرجر مركا ومركا بدا وحي له هي ومعطيه نصيبه النبي قال عليه الصلاه والسلام مركي بيعادي ان رتغي اي وحن كير قبر وحا جرتي مركي جاهلي كان كسغنيناي مركي لغا دنتي اي اماديو اي سو هيليسيو او هنت ادي او كلميس الى مركا مخو اها اي فرح جليسو اما اي كلميس كو والله ياب كو لما قرتي أردت أن دون أنا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت حري رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة هواني أسعدتني وإيكال ميس في الجاهلية أوهن قف إقرد أنت أوهن إيكال ميس فأذهب وانتقي أو فأسعدها إذا نسوا كالمين ومسلمات معطية لسعودية ثم كذبنا أجيئكم كو إيمانا فأبايعك بيعا كل قليا مرك مغلسة يعني وحيلات انت عن هذا عن حرق اللي وحر حيرنون محوها عن بيعاد انجلين كهر الدين تازك صوب حير نبي الله كو قالوا في النبي قال ورنت حديث عجيب وحديث كان قالوا في النبي قال عليه الصلاة والسلام اذهبي تك فاسعدي أسوى كالمي وما عطيها لقوله قالت وحيت لي فذهبت وانتقي فاسعدت ونسوى كالمي اوهين انا وسوى كالمي ثم كذبنا جيت وان امت مركان امت فبايعت وحنبيع على قلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا ينبيع على قلي حديث كان هرتوا خاص ويعد كلا أو إلهي أوسي ولا رسول كذا جن ومعطية علماء ذا شيء شجيا إذا النبي قال أي خاص ودي قف كلا الله قلي أو محوها عمل جاهلي هنسمينا كديمنا بيع عن قلا مية هذا المر بسوي إسلام أنت خلاص بابك سوا حرمة لكنه معطية النبي قال عليه السلام أي أرنت أيضا وحي يقول بني إلى هذا الجزء وحي قضب قضب كاس قضب كلامات كبدا سفيري لأن ماذا إن شجع كميتة سمجد جنة يسعطى بيع يسعطى خير يسعطى إن حبس قليد وجوده هاد مرك كار بلان الله رجل مجري المكتة أنت بلان تكون عن كار وحي ترى مرك وحي كان صو لما يستو النبي قال وكيا عليه السلام مرك هرجوني ماذا إيه وناجع عن هذا الشجع أي مرك غيب كتاهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها حديث بدن مر كتاب الجنائز ان سومرين لو دغيدين اي ميل بدن اي كتاب العيدين كان سومرين يو ميل بدن اي كو سومرني مخو معطيه واد غرنيسان رضي الله تعالى عنها وارضاها حديث افركم بقول يو سديت ردو حديث صحيح قال الامام النسائي اخبرنا الحسن بن محمد الكرماني لا باس به الا في حديث مسدد قاله النسائي قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود العتكي وثيقه لم يتكلم فيه احد بحجه ضد بحكشة لكن هذا الدليل يمكن سنة لما أركم واثقا إن كان سجل
قال أبانا حماد بن زيد بن درهم وثيقة ثبت حجة. قال حدثنا أيوب ابن أبي ثابت سختيان وثيقة ثبت عن محمد ابن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت حديث أم عطية أخذ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعة بيعة ونوقع ذي على ألا ننوح إنانا نياحا إيه وحويا ميد لو أويا إنانا سمين لقد الأويا أي النبي قال بلن نوقع ذي بيعة نوقع ذي ويا مرك إنت يوش أيضا أي كل إنكار واتي مرك إسعاد إيو أي محوها أدي نبي قال نوقع ذي صلى الله عليه وسلم حديث كفر بغلي سديتنا ذا حديث صحيح. قال الإمام النسائي أخبرنا الحسن بن محمد حديث أفركم بقول اليوم كويس ديتنا دويا حديثك وصيح. قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بشار وبندار وثقة الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وإمام قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر وثقة فاضل القرشي ويان عن أميمة بنت رقيقة الصحابية دوا التميمية التميمية ريبري التميم أي كانت أميمة قالناها إذا قالت وحيت أتيت النبي النبي عليه الصلاة والسلام في نسوة دمر ومن الأنصار يا صاريد الله سعود إنه بيع عنك والنبي بيع على جلينه دمر غير أنصاريدا وكوحة يعني قصص سعود النبي يقول نمت أنك بيع على جلنه ربنا ويان فقلنا وحنا يا رسول رسولك قالوا نبيعك وحنك ولا بل جلينا على ألا نشرك بالله شيئا الله إنا وحبل وداجين وهذا الفعل وأنا وحقفك مسلم كسيدي سبا إسلام وكوهنا إيه مسلم وكوهنا ولا نسرق أنا وحدين ولا زنزني أنا زني سنين ولا نأتي أنا لا إيمان لبهتان بين أبو رشان نفتريه أن بين أبو رنا بين أيدينا ورتنجا ومرجونا لوجه النجا خصت هذا أن بين كأبورين ولا نعصيك أنا كوجع عزين في معروف ونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن أنت أذكرتان أو أطعتن أذودان أنت كدر بيعلو إنك قاعدين صحوة لكن أنت أذكرتان أذودان يا أنا دمي كو قالت وحيت قلنا وحاني قلنا وحاني الله ورسوله أرحم بنا الله ألا وين إيه ورسول رسول كيسا أي أرحم نونا حريص بنا أن نفط نجا أذيع أنا نونا حريص بنا ومحال يري فيما أطعتنا أطعتنا فيما استطعتنا عفوا فيما استطعتنا وأطعتنا واحد كرتان هذي بحالة هذا عظيم أو واحد دورك عزك سر وحال يري إن دتك أودان كو هاي هلما نبي الله كان نبايعك يا رسول رسولك الله أن كلهم بايعونا كان قعنت يعني يا زوجتك دين قبلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا لا أصافح النساء دمرك ما قعن قاض أنا قف مسلم هو أساس أجنبي ما قعن قاض ويا إنما إن كلام أهل قولي قول كيكا لمئة امرأة بقول دمرة أنو إلى هذا أن وحكو إلى هذا كقولي هذا الكيك أيولته إلى امرأة واحدة هل دمرة يعني بيعضا حديئا هل قوني ميد قوني وراها اللعون بيعضي أي هرتي كاغرسه وأنا أن محاي بيعضي أنك قاضي إيه هديئي قوة بقول الله أنك هل مركبة قاضي وأسكم ميد أيو نبي صلى الله عليه وسلم أو أما مثل قولي أما مثل قولي قول كيك أو كروي إلى امرأة واحدة هل دمرة كويل عبد الرزاق وحوي دينا يا محلو لجدة من بين أن نفتريه بين أيدينا وأرجلنا حلو لجدة هذه مركات حضل هذا مقى الشيء أتشيقيس بنتي نلا هيدا سوالد بنتي نلا قف على إسكيت تيرنا لكن لقوم بد بعد إلى صادق بنتي نلا لقوم بد بعد حاران لأن النبي كان يحير عليه الصلاة والسلام وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ذنبي قفك حقفلا إنه وح الله وحو مغلوط أنبا هو الشيقة إسأقري واحد إذا جل إسأقري مرك ورك هذا مغشى حق إسكدك هو كورك إسك سارم حق هك أي الأرض نين أخيار وهو علوس وين وركو كاري يرى حقوها أن ورطوصن هين أنت دك ماذا حصارن حق إسكدك كدي من الفلتر مري اسكبر اسكفيري واحد هوبي هلا بودي محيي لي هنا شي شيء جد مركا روح على يا بقى اديق اورن لو ان بين لو وكادك تمحوها جديد وهذا عضله على صوت ارم حيد كل عدد كور انتين نين يكون دي المنجر حرانك ور بين او تروف تورا اتو ديار سدي انت لو ديبي او مد غارسيسي
كدي من أجل كوسا نقطة ميرت خاصة ذلك إلى ده عقاب ده دلا ميرة أرم حبين ورديبة وأنت عن قاعد ماشي مركان جيني كدي من دربي جمحوها إنه كوسا نقطة هذه كوبدة تقول في درب ميرت أو تور لهيدا الباقي كبيح دربي يكون عقاب كوسا نقطة سيدي أكله يا يا ها تيرس أكله أحسنت مركا مسألة بس مركو حويان بنت التصوى نوع نوع وحاجة مركو قف يسجى لفسيها فريساني هل كانوا فريسانيا وحب يسكو أي يوفي ويسكو أروريني يسكو التوسيني والدياريني ومحوها وبعيني أي ضوها بيسان أي مركو عبد الزاق وليبا يا عبد الزاق هي هي قد ساسا دعضيو كاساي هيدا وحاسا دعضيو فلانا دعضيو كنا دعضيو كنا دعضيو عبد الزاق مركو اسم أقدي قاي ربر كوسارنا مركو وقاضي وحو قيدي محو حاج فلان حاج فلان ولا مرك افتراء بين الايدي والارجل وحوا وتم اذق قفك وسمينوا بين ابو رشيد اسق وسمينوا وانا اد تنبض انا هذا رند التاجن وتقريبا حصلي هي مرك اروح على يابا شيطان الجني سو النبي انه شيخ صلاه اخر الزمن كان انه ورك انتو دياريو كديبنا محوها دك ديبه نول بنودها محوها والله نين أن نبي جانا شجع هذا قصي الله صوت عليه السلام نني يوم أن وجهي سأقان ما جيس أنا قلنا ورك أي شيء حتى ورر هذه لقوش شجع عد كوش هذا غرزه مجرى وبين تي حتى نين هذا لفت في أنا ده هين ما فهمت شيخ طيب زاك الله خير بابو بيعة سعد مغلط جوا هاي ربع نودي ما بابو بيعة من به عهده قفكي حنون آفاق بآفاء حنون نظر موقت قارك دو آفاء جذامك إيو نوعي وحجر يعني حالات بضن إلهي سبحانه وتعالى نقبت بهذه لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام وحديجري اللهم إني أعوذك من العجز اللهم إني أعوذك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام دعاء ذلك سواح كالنفع بضن وكشامل سمجرت إخواني هل قد ذلك خاصة زمن كورونا إيو بلدان تاقين هذا ركتين مرك إلهه عن كام من قالي برص يوالي إيو جذاب أنت أصبح كعجيب زي مرك سيدحنس ومن سيء الأسقام حنون كستاء ودي قابدر أي ديسكا كميدا كنسكا كميدا بل أنا نظام امتحانك كميدا سيء الأسقام مرك دعاء داس ودعاء ألف يعني أو نفع بدر هل وجود ذلك طيب بايعة من به عاه قفكي آفيسن وحنون لغو آفي وليب حنون نظان قدبة سيلولان بايعونا بايعة دي سيلغني حديث كافركم بقول يوم الله بيستديتنات وحديث صيحة قال الإمام النسائي عليه أخبرنا زياد بن أيوب الطوسي واثقة حافظ قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي واثقة ثبت كثير التدليس والرسالة الخفي عن يعلى ابن عطاء القرشي واثقة عن رجل من آل الشريد رجل من آل الشريد يقال له عمر وحاويا وعمر ابن الشريد الثقفي واثقة عن أبي أبيس الشريد ابن سويد الثقفي والصحابي وبيعة الرضوان وذو حديبية كدعجرتي حاضري رضي الله تعالى ورضاه ورحمه جميع الرواة قالوا حيري ننك اللي إلى هذا شريد كان وحاء هذا في وفد ثقيف ثقيف وفدي كسعودي رجل ننبع هذا ما جذوم جذام حنونك جذامك قبه جذامك بريقي سقاش ميه مركا سنتر كمجالة أتاك تنيروبي تات جدام كاس قابو أل تربضن أي جوجر وتقريبا لغاها إيك عماء إيقوين هينو وضا حانون كاس أد أدوغو مغت حد بريها الحمد لله تقريبا داولين وحوالها لغي عباء ويا رادين مركا جدام كو كوبا نانجري أدوغو بان نانجري دلال كانوا كل بدني هايو مركا هذا انت داولين كالهالين وحال لغي عباء إيري وحبادن فوضادين نسأل الله السلامة والعافية في الدارين كان وحاذي في وفد ثقيف ثقيف وفدقي كيما ثقيف انت مقال هذا متقنا الطائف أحسنتم وفد ثقيف رجل نين أو مجذوم جذام قبه فأرسل إليه النبي النبي قال يا ودي رسول الله سلم أذك محكو يري ارجع اسك الله فقد بايعناك وان كلما بايعوني أمد دحيماتك ودحي ماذا بقول الله كان يكون منان كان قف النبي قال ديدا عليه الصلاة والسلام ولقى يابين حنونك قاد سيوه شدا ويقف كرورة ما تقول عمرك مسايد هاتك جوغة جماعة وادوك التاي واحد يالي كوري قاعد يسكتون مسلمين ترى مساكين تهوا سكرت ديكارك إيو كذا إذن سبب أقول نقولنا يمحوها أي كذا إدمان أي جنا
marka ay kadeedka u sii kordhisay marka meelaha iska jooga hadii marbaad xogoho yara dareento wax yara qandho yara kulul iyo muxuu ahaa hargab yara ziyaada iyo madax xanuun ziyaada iyo hadii aad dareento heerkulka aad kor yara kacsan yahay iska joog jamacada iskaga har inshaa allah ajirku aad heli isqiiji is-uumi muxuu ahaa waxyaabahan kulul filfishi iyo waxaan kulul cab zanjibiilka cab wahakada difaacaada muxuu kor biyo badan cab biyo kulul wahakada meelahaa iska joog halkaada halkaada joog muslimiinta مساكين تهزوفا ونغن وحضر كيزا قف لياب وحي أن لياب وحي أهيد من دو إذا وحان تاك ميل مقع مشي أغاي مركا أنت أغاي أيا وحاويان ميل أيا مركا حفلة ذا نوغريير حفلة ذا نوغريير ركا ميدا أيا نسي السلامي نيو محوها مركا سابحوها ميد كميدا رقي وابا أن السلاميو oo mikrofoon masayid lagu soo dhaweeyo ayaa muxuu aha ayaan nin asaga una isku dhawaan ku ninka bal ay awo waninka ku agtaagnaayo muxuu aha ku salaamayo waxa weeyaan mikrofoon ku dhiibay samayn ha magninka soo ahay waxa ugu dambeeyay xilli uu normoqto mar hadda soo kashalay soo ku ciirishay karoro muxuu aha la jeef isbuuc aanab isbuuc aanab karoro la jeefiyo shari masayid aad imaadaba aanta waan reysaba حاول أقوم تلاه يا بارك بسم الله الرحمن الرحيم سواء جرت مركة برفير ركاس سبحان الله العظيم حتى أفكوا ما حرنينا وما ينا مركة كاسوكا وقاتل هل سوى متسبب هنا ولا ماذا فق مركة هلا من تسبب حين هن مسائش غريب كا ويأد وهلا وحكم ده نن أيانكم قايلي وعنانتي وبري مركة isagoo ka ordaayo ciyaal ku dhac shuruq ka waadhinta mutsabbiba dhiig yaa laga rabaa ya salaam taawa marka adiga masaa'il noocaas ah jira marka imtixaan ninka afka qabsado ninka waxaan la yaabay isagii kii ii sheegay oo waliba de ayaad isku dhaw yihiin waxba ma arka dib caadi waaba oo islaamkii aad soo dhex geli kii laftirkiisi muxuu ahaa karooni ka soo kacay oo weli يعني أسبوع جيفي وأسبوع هاد كل عي وري مركز قندة يروح وها يارو حارديس ما في عنه سيد هذا التساق وليقا وابنين يا الله مزايد كوي ماذي نينكن واكن سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هاي إلى هو نجبت بعد نجبر كا مكر بحال رمود عد لقي سو قد بسم الله الرحمن الرحيم وهاي مركز قفكم نوع عصايس كجوجل نبيك محيي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ورلابا اوه فقد بايعناك بيعان كلا قلنا وعديه الإسلام كان ضحي ماذني ما شاء اسك جوك اوه لابا أيو نبي كوري صلى الله عليه وآله وسلم نعم يا بايع وحاويين إسلام لماذا نكو قلبا لنا فقد بايعتك ها بايعي وان كلا قلنا أحسنت ارجع لابا فقد بايعتك بايعي وان كلا قلنا أيو نبي صلى الله عليه وسلم أحسنت حديثك أما بابك اللباتنات بيعة الغنام أنو قير ونقانقارك إهم بيعين للقلب أيضا ما أنصحيس بالق وفك دوسنا هين بيعين للقلب مية اللي أنت كاليف بيعاته وحويا واجب أيضوش لك أسارة قفك رمالك وشان يتمنسنا نقيره أما أكهر بالغة أويلك أبي ينتهره قبلنا إحيط وكدعه حلق أسا بلوغ ونغنية إلى علامات البلوغ واتغنن وحكم دها إكمال 15 سنة شذوك لو حكمت هاي المني في الصبي في 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 الذكر والأنثى إيو الحيض في الأنثى صومين وحكى لو كمدة قف إنه تمسه بحيه هاسة يا كمدة حديثك بني قريضة قال حس تانا في الأقاركين مركا العموم حاويا قف كحل جاس أمباء أمك تكاليف أي فولة يسوي واجب وفولة يا عارو جا مركا إن بيع على قاضي إلهي وحو سارنا تاريس أمرك أيضا لما بيع لك ما قاضيه حديث أفركم بقول يوم سدحي طلب سديتناد وحديث حسن الإسنادة قال الإمام النسائي أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن السلام الهاشم مولاهما ثقة قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي وثقة عن عكرمة ابن عمار الحنفي وصدوق يغلط عن هرماس عن هرماس ابن زياد الباهلي وصحاب الجليلة رضي الله تعالى عنه وارضاه هدى نوره هرماس لا صعدة قال وحيري مددت وحنت هاجي يديك أنت يدل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنا غلام أنا قير أنا
ليبايعني إنه بيع إلى قلو فلم يبايعني بيع النبي إلى مجلس صلى الله عليه وسلم إلا كان قارب معهن مكلف معهن بيعة الممالك أضمة بيع إلى قلا أيضا لا لم قلاي لا لم قلاي ويان حديث قافكم بقوليه أفرز ديت نذو حديث صحيح قال الإمام النسائي عن خبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنت ورقي رحمهم الله ورضي عن جابر ورقي أتقانين ورنتي بحبضا أنا سلسة ومرني قال وحي رجاء عبد أدون بايمت فبايع النبي نبي يبيع لك عن هجرة إنه سوى هاجره يبيعك لك لي ولا يشعر النبي نبي قال ما أكسونا أنه عبد إنه أدون لي إنه يهما أكسونا ما كأيضا فجاء سيده سيدي سوي من يريده وسيقو دوني هدون كده هذه ما وقت ماشي هدون كي وحلايا دل كلا دل كي ما دل سعودي بيع النبي لك صلى الله عليه وسلم ما هذه بيع رعضان عند الجوجي هجرة الأول ماشي مال الجوج مدينة الجوجي نقاش ما جرت نينك سيد كيسة ونقر ربا لقيا با أي النبي قوي متسقو ربا نينك ينوك حيستو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حارة نوع النقطي الله دقمي بعنيه إيقاكت أدونك إيقايب فاشتراه وكيب سدي النبي بعبدين أسودين لبا أدون أو مدو يوقيب سدي هل قف بدل كيسة لبا قف إلا نينك يا الله يبراش كنت أقل نينك مارك لبا قف أيها لقو بدلي ثم كذبنا لم يبايع بعين ما قال لأحد قف حتى يسألوا إلى وحكا ويدين عبد هو ما أدون بامي سوى حر إلى أكير هذا النبي قالنا لم يقل الجرن بيع عليه الصلاة والسلام حديثك أما بابك لبي إلا باتنا استقالة البيعة استقالته استقالة البيعة بيع هذا إن قفك وضلبة إن لقى قل لي إن ساحة تعبير إن بيع هذا لقى طاف بيع وقلي بيع هذا نيو حويان إقاقات بيع هذا وانكبح حيوان هل اللي جمعوها قال له إن زعل التعبير هذه أفكار بقول إيوه شن إزديتنا هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله حديثا والرباعيات وجدا النبي قال وحلو جل عليه السلام رباعيات وحديثه يعني عالقة صريح حديث قرن وذكرنا إنسان السجالة يا المريني إزديت ونازل عالقة ومطلب والنبي قال حديث رجوده ومحوها أفر أي النبي إيوه ولا حير عليه السلام إيوه أي مؤلفك وحديث الرئيس بخاري وحكية للثلاثيات يوليا سدح والنبي عليه الصلاة والسلام يسقون الحيرة كلو كبد نسائي رباعيات كت محوه كجرا فجاء الأعرابي هاي حديث أفركم بقول يوم شن زديت نادو حديث صحيح قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا رجل البادية يا بايع رسول النبي قال بيع على قال عليه الصلاة والسلام كلهم بايعوا ذي فأصاب الأعرابي قف رجل البادية ينكر البادية وحقول عي وأكون قنّا بالمدينة مجال مدينة مجال مدينة ما له حياة أذ وقنّا بنا فوايه فجاء العربي نكر البدي أيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حيري يا رسول رسولك لو أقلني بيعتي بيعدي دقات بيعدي أن كل جلي إذا نقص خلاص فأبى النبي جودي صلى الله عليه وسلم ثم كده مجاو ويمت فقالوا أقلني بيعتي بيعدي دقات وبيعدي خلاص إذا نقص أنا أن النقص بلنتي عن جلي فأبى ودي ذي فخرج على العربي نكر البادية وسكت جبرك ما با هذه لما جرب لودي سكت قاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة مجال المدينة إن كلمها إنما إن كلمها المدينة مجال المدينة كالكير وبوفنه كلا بعد كان لجو مركب برها لصنعين أو لطمة كان لجو كل يودب كان لجو أفوفه أي الله يرها محوها كير ساس وياه كالكير وبوفنه كلا تنفي وحي في الرساء تورتا خبثها وحيدا محوها حن أي تورتا وح على وحن برت مركب موقت الله كله الله بوفيو وح على وحي كرك صارنا قشناها كلي حاجة أطوريسا وتا صعو وحي ريبتها ويبرح ترتا طيبها وحيدا في عنا ويربتا يعني ذاتك أهل إيمان أهل خير كانوا مقال المدينة ويربي أهل المحوها إيمان وحنا هنا ويأفو فيساء ويتوريسا حديثك اي بابك قدام بيا مجلس كان عوا وافر سدح يا اي لباتنا بابك المرتد قفكو النقد عربيا غير بادينما بعد الهجره مكو سو هاجر كدب حونك يسمع نقنيا قفكي وسو هاجري نبي كان وي مثل الله سلام كدبنا غير بادي اسك نقدي حديثك افكم بقوليو لما اقرا بقوليو افكم بقوليو لخي سديتناد وحديث صحيح قال الامام النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني وصدوق يهم صحيح الكتاب
عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي وثيقة عن سلمة بن أكوع وشهد بيعة الرضوان وأنك أردتك بنا رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه سلمة دخل وحوسه على الحجاج حجاج أيوسه قال دخل على الحجاج حجاج ابن يوسف أتى عن الثقفي المبير إنكم مده لي جري أيوسه قال فقالوا حيري ابن الأكوع ورينا كعو بل صحابة سأل الله فيري وصحابة النبي أنا رجي أدو قيدين سأل الله يوبيعة رضوان قريب قريب ارتدت على عقبيك لبضاء عربود مياد أول نغطي ورد مياد كل عضي وذكر كلمة كلمة يوشك معناها معنى هذا أويهي وبدوت رباديم مياد نغطي ارتدت كان ردد كفر جماعها وحاويا ويعني هجردي أتوها هجرتيات كان نغطي وباديات الله واتميا قالوا حي الله ميا ولكن ورك الأولى بي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم أذينا إيد من لي أنيقا في البدو إن بادر البادي النقضة وأن حوله يدون كي يسر نقضة النبي قالنا إذن قونية ورقك المهاجرين تأنا سينين إسي ويان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الرسول المصطفى.